في 6 نقط هتكلم عليهم بشوفهم مهمين جدا يساعدوني ان انا بيلد فوكابلري مظبوط. اول حاجه ان انا اتعلم من الماسترز بتوع الستايل. يعني عايز اتعلم، ارجع اسمع الناس اللي بتلعب المزيكا اللي انت حاببها، بس الناس اللي عامله المزيكا الماسترز بتوع الستايل، ما روحش الناس لسه طالعه امبارح وقرر ان دول يبقوا الريفرنس بتاعي لستايل اوريدي موجود واستابليشت وليه الصوت بتاعه وجاهز ان انا اتعلمه من الناس بتوع الستايل نفسه. فمره كنت في باريس وكنت بحضر كونسرت لبيانس اسمه سيرس تشيسنت. البيانس ده من نيويورك اصلا وحاجه كده بي بوب بلاير تقيل قوي. وبعد الكونسرت قلت له يعني عايز استاذنك تقول لي نصيحه كده عشان ابيلد فوكابلري يعني. فمش هنسى الكلمه اللي قالها لي، قال لي مان just listen man. اعمل ايه يعني حضرتك؟ قال لي اسمع، من الاخر اسمع، اسمع carefully، ذاكر الناس دي باحترام، افهم الناس دي كويس جدا وحاول تفهم هما بيفكروا في ايه موسيقيا. التسجيلات هي اللي فيها القصة. فاول نقطة ان انا اتعلم من الماسترز. تاني حاجة ان انا احترم التراديشن. احنا ساعات مش بنحترم التراديشن وبنعدي تراديشن وندخل نقول اشوف وجهة نظري في القضية. التراديشن قوي جدا، يو هاف تو ريسبكت الناس دي ونسمع هم عاملين ايه وجهه نظرهم اصلا، ان هو ده اللي انا هقدر اجيب منه كل حاجه بعد كده. في مره سمعت قصه كده، حد كان بيحكي لي انه واحد قال له انا سمعت سيديهيه عرفت منها ايه كوردات الجاز دي. يعني جمله حزينه جدا، يعني ايه عرفت كوردات الجاز؟ مش اسمها كده اصلا. وبعد كده انت اختزلت تاريخ ستايل خد فوق الناس 100 سنه قاعده بتبني فيه، في ان انت سمعت سيديهايه واخدت شورت كات، هو ده كده خلاص، هي دي الكوردات. مفيش حاجه اسمها كده ابدا. You have to respect the tradition. التراديشن ده خد سنين وافورت وبرودكشنز وتسجيلات وبروجكتس وارتست عظام في التاريخ، لازم نحترم كل دول ان هو ده السورس بتاع المزيكا دي. تالت نقطه مهمه بالنسبه لي، فكره ان انا ترانسكرايب ازاي، او ازاي ان انا اسمع سولو واقعد اطلعه انا بودني. فكرة الترانسكريبشن هي فكرة مهمة جدا، ان انا اسمع السولو بوداني واطلعه نوت باي نوت. يعني كل نوتة بتتسمع العبها بالظبط الاول قبل ما افهم هي ايه، العبها واقلدها، وبعدين هاخد السولو ده وابتدي افسره وافهم كومبوزر او البيانست او الميوزيشن اللي بيلعب السولو ده لعبه ازاي، فكر في ايه. ده تالت نقطة ممكن اتكلم فيها. فكرة الترانسكريبشنز usually يستحسن الواحد يترانسكرايب حاجة من الاثنين، يا إما يترانسكرايب مدارس مهمة موسيقية، زي مثلا لو هتكلم على بيانو فأنا لو هتكلم على بيانس زي بات باول لازم أبقى بعرف الراجل ده أشوف بيلعب إيه وأتعلم منه فريزنج. لو أنا بتكلم على بي بوب بالذات أو واحد من الكاتيجوريز اللي جوه الجاز ميوزك، لو هذاكر الترديشنال أكتر جاز هرجع لأوسكار بيترسون ولازم أفهم الراجل ده بيفكر في إيه وأبذل مجهود إن أحاول إن شاء الله أجيب 2% منه، بس أجيب منه أسمع منه وأحاول أقلده وأفهم اللي هو بيعمله. ده اسمه ترانسكريبشن. حاجة مهمة برضو تانية غير أن أنا أذاكر المدارس المهمة الموسيقية، أن أنا أذاكر سولوز حاببها. يعني أسمع سولو، الدرايف اللي خليني أذاكر سولو مشددني، الله حلو قوي السولو ده، أنا نفسي أطلعه، نفسي أفهمه into details. يبقى ده الدرايف بتاعي. انه في كتير بنقع في غلطة انه اذاكر فوكابلري وخلاص، بس انا مش حابب الجملة دي اصلا. فدي مهمة جدا ان انا اذاكر سولوز انا حاببها. كمان حاجة كمان مهم ان انا دوكيومنت السولو بتاعي، يعني ان انا اكتب السولو واكتبه بتاريخ. يعني اقول انا يوم كذا طلعت سولو كذا كتبته for reference لي عشان اشوف تطوري في تطليع السولوز، وفي نفس الوقت اقدر اعلم على الجمل فيجولي اشوفها بعيني وقوي الكتابة وقوي القراية. كل ده مفيد جدا ان انا اكتب السولو. حاجة تانية مهمة ريليتد بالسولوز، ان انا السولو ما ذاكروش بس ان انا اطلع النوت. يعني في جمل معينة اتلعبت، الجمل دي ما لعبهاش وخلاص، انا محتاج ان انا كمان اشوف الارتيكوليشن والديناميكس اللي اتقال بيها الجملة. يعني لو في اكسنت معينة محطوطة جوه الجملة، ده جزء من الجملة، الجملة مش عبارة عن شوية نوت وريدم وخلاص. مهم ان انا ابقى فاهم كويس جدا النوت اللي بتتلعب دي، الفريز اللي اتلعبت جزء من جمالها هو الارتيكوليشن بتاعها، بيقولها ازاي، بيلعب النوتة قصيرة طويلة، بيعمل اكسنت في نوت معينة، ده جزء من السولو، جزء من حلاوة السولو ومن حلاوة الجملة انا بسمعها. فمش مفروض انا نيجلكت كمان البوينت دي. اخر نقطة مهمة بالنسبة لي في الترانسكريبشن هي ان الجملة تتاخد تبقى بيرسونال. يعني بعد ما ذاكرت الجملة وقلدتها بالظبط وفهمت هي متكونة ازاي،
ممكن اغير انا فيها شويه، يعني ممكن اقوم اغيرها ولعبها بطريقه مختلفه، ده يساعدني ان انا يبقى الجمله كانها بقت شخصيه شويه، كانها بقت بتاعتي. هذاكر تشارلي باركر، هعرف الجمل بتاعته از ماتش از اي كان. الجمله اللي انا حاببها ولقيتها في سولو حبه وعايز اذاكرها، بعد ما ذاكرها حاول تلعب بيها بقى، حاول تغير في الريدم بتاعها، تغير في النوت بتاعتها. اديكوا اكزامبل، مثلا لو انا بلعب جمله عامله كده فور اكزامبل، ممكن اعملها سيم فريز. انا اخدت دي بس ابتديت افكر ازاي استخدمها جوه المزيكا نفسها، ازاي افكر فيها تبقى جزء من اللغه بتاعتي انا كمان، مش بس ان انا قلدتها وخلاص. لو عجبكم الفيديو ده بليز لايك اند سبسكرايب للشانل، ولو عندكم اي اسئله ممكن تسيبوها في الكومنتس وانا هرد عليكم. اشوفكم الفيديو الجاي.